شغلنا عبد الله طلع انتهت يجيبوا العشرة نطلع يفرروا عبد الله على طرف يجيبوا هو زي مش عايز شوف جبر الأدم كل شيء ترى ما تقول هاي تضعهم مثلا يوز بقى كيف فاتمع الأينة هديك يعني ملكة لي هدي حاجة إذا ما هلكي يعني حاجة قال أنطلق هو تاعك وتكون معنا قال لا قال تكيلك أمك لما البكاء ما دام تبكي أنا لا أبكي قال بكيت لأني أعلم أن لدي نفس روحي وأن أحب أن تكون لي عشرة أنفس أقدمها لله يعني تحرقني نفس على راحته ثم يكون عنده عشرة تعود رجعني وتعود ندور تعود رجعني تعود ندور قال الملك هذا لا تقول لا رجع فيه سأقول لك عزة شوف حصل على كل هذا بدنا حاجة من كل ما نطلب من الذات خلص رجلي لون على أن تقبل رأسي في البوسيرات قالوا بس عم تقصد المسلمين هذا قال لهم تنوم قالوا أقبل رأسي على أن أقبل رأسي المسلمين راح يصير رأسي ما تقول رأسي خرج وجاب مع المسلمين طلقوا من رأسها جاء على المسلمين ثم وصل المدينة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذ دار هذه يا انسان هذه استحم وجلس في بيته ورد الله عشان عبده الناس راح حكت عمر بن الخطاب وجاز عبد الله فجاء عمر اثناء قيود يضع النعل تحت الاباطه وكانت القيود رجاله عن رجاله حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني كما يقول في الصفه تعمله كان يجلس في المشي من قوه الحرب والحرب عند الظهيره فطرق عن الباب فقال من الطارق قال عمر بن الخطاب رد خير الى ربي عمر بن الخطاب فتح قال امير المؤمنين وغطى راس امير المؤمنين من قيل يا صاح على الرجل قال امير المؤمنين قال ادخل يا امير المؤمنين قال لا ادخل حتى اقبل هذا الراس هذا امير المؤمنين المخطب قال ادخل حتى اقبل هذا الراس وحري بكل مسلم في المدينه وفي كل بقاع الارض ان يقبل هذا الراس فقبل عمر الراس ذلك الفتى فاغمي عليه فبقي مريضا في سريره لمدة 8 أيام ثم جاء في السيارة حتى مات رضي الله عنه. عندهم واحد مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما خذيش ناس عاديين عباد. شو معنى يجون أحسن؟ والله العرب في كل الاتجاهات، العرب كان دول يجي من سلالة زيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذاك القول أن الجد لما الحاج يستضيف من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عبدي أريك لك أن يسألون ذلك الشيخ عليك القصة قاعد جد لعماء هذاك جاء في الحجاج لقاه هو 9 سنين عمره لقاه في الصحراء قاه يرعى في الغناء في الآخر قال له من أنت؟ قال له عليك السلام أيها الكلب رجع عليه قال له كيف تقول قال له لا تجاوبني أنت تقول السلام أنت الحجاج وعارف الحجاج ومن بعد قال له من أين أتيت؟ قال له أتيت من وراء وأين تذهب؟ قال له أمامي بعد قالوا عرفوا ذاك كيف يجاوب معه ويكذب انه تلف العباد ذكي يا حجاج قالوا اين انت؟ قالوا فوق الارض تحت السماء بس يمد الاعجاز خالص يعني شو مد الرصد ومن بعد قالوا خذوه لحقوه قال لحقوه القصر الى حقوه ثاني قالوا او قال يرعى في الابل قالوا اين طرفت الابل ذات القرون؟ قالوا طرفتها ترعى في اوراق الصخر قالوا وهل للصخر اوراق؟ قالوا وهل للابل قرون ايها الحجاج اوراق الصخر هذا ومن بعد زيد تحجم قالوا هل تحفظ شيئا من القران؟ قالوا ربي وليحفظ ان له لحافظون قالوا هل انزل عليك شيئا من القران؟ قالوا انزل الا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي ومن بعد قالوا ماذا اقول لك؟ قالوا قل لي هل وعيت شيئا من القران؟ اقول لك وعيته كله ان شاء الله ومن بعد زيد جاء زعما زيد ناقشه زين كشكش امه يكون الحج كاع ايات القران كشكش امه ايوب قالوا يريد ان ابزق قالوا ثاني قالوا اقبح ما كان يشوفه بدقي بذكر في عينه من أقبح وجه أي أقبح شيء وجدته على وجه الأرض عينك العورة جد لما وكي يجي قريب بايك كلاك جاب بايك كما قال له قبل خليه وبدأ يمد من الواحد وكان لم يدفع جوا يقول وراه جاوب على أجل مثلا صبر النساء قالوا لما زال صحيح عشان يساء بدأ يقول وين يجب بعد يجيب الفرس العربي الأصل كده يجاوب كده ومن بعد يجي راجل مدرو مال وجاري وفرس من بعد جرى قالوا جاي قالوا جاي تعطلني وانشوف أول ما قالوا يطلعين هذا بقيت فارس قالوا والله خير الزوج من هذا الزوج هو إيش قالوا نطير الخلاص ظهرك خير فارس
لي فوتو كلها هي كيما ها. اسمح لي Thank you.
تصور واحد كيف سمع عايش زيد فيك زي ما كنتور الليل خلاص كمل دور لا لا يوسف قولي يوسف قولي دير هكذا دير هكذا فيك منا اوقف انا اوقف انا يوسف برقى انا قلت يوسف برقى نوض الشكر انا شوف دور هاي دور هاي دور فيك هكذا ايه فيك منا هذا كما لا لا كما لا صح فيك هذا اللي فيك هو اللي خطر لي فيك منا صوت هذا صح عجب فيك صح بركة بركة توصل من طرقة صح تربية فيك يتصور اللي فيك سر من ضربنا كيف ضربنا كيف ضربنا وش ضربنا شكون ضربنا دور ثاني دور على المطرق نافونسيا نافونسيا الولاد نافونسيا نافونسيا Gracias.